كريم مشاهدينا مستمعينا الافاضل اينما كنتم نجدد لكم الترحيب والتحيه واللقاء مع هذه الانطلاقات المتواصله والمتميزه. شوط يليه الاخر من انطلاقات الخير والبركه ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان. مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. انطلاقه شوطنا الحادي عشر في هذه اللحظات تنطلق للصدارة للمركز الأول لكي يتابع الطويلة على المركز الأول. طالب بن صالح بن طالب بن عقيل النابت المري يقدم لنا الطويلة على البداية الأولى. المركز الثاني أتابع اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات من خلال هذا التواجد يصل شعار العطية يقدم لنا الوضيحية على المركز الثاني. علي بن عبد الله بن علي العطية يقدم لنا الوضيحية على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الأسماء القادمة والشعار المتميزة في هذه اللحظات تصل بيان حسين بن علي بن حسين أبو السيقان المري على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع اللي وصلت من خلال هذا التواجد تصل الشاهنية راشد بن سعيد بن راشد الجربوعي على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع الأسماء القادمة الشعارات المتميزة غيابة وناصر بن خميس بن ناصر السنيدي على المركز الرابع. المركز الخامس أرى الشعارات المتميزة الباحدة عن الفوز عن الانتصار تصر رسمية في هذا الميعاد الرسمي. مبارك بن حمد بن مبارك النابت على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للمراكز الخمس المتميزة. ولكن نعود بحضراتكم إلى الصدارة إلى البداية الأولى لكي يتابع الطويل الطويلة على المركز الأول. طالب بن صالح بن طالب بن عقيل النابت على المركز الأول. المركز الثاني أتابع من الجانب الأيمن بهذه اللحظات غياض غياضة ناصر بن خميس بن ناصر السنيدي على المركز الثاني. المركز الثالث وتابع وتابع الشعلة في هذه اللحظات وحصيب زايد بن سعيد الخيارين على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع نجود وانطلاق جار الله بن حمد بن جار الله النابت على المركز الرابع. المركز الخامس يصل بن السيقان لكي يقدم لنا شعاره. ولكن اعود والعود احمد مع الالف ومئتين ما تبقى على الناموس على الانتصار والطويله على الصداره على المركز الاول. والمسافه قصيره يا راعي الطويله على الصداره على المقدمه. يقدم لنا طالب بن صالح بن طالب بن عقيل. ولكن أرى الأسماء أرى الشعارات المتميزة في هذه اللحظات. من الواصل تصل الشاهنية أو تصل جماهير محمد بن مسفر بن علي العجب المري على المركز الثاني. المركز الثالث بن حفار. ولكن الصدارة القيادة مع الطويل الطويلة والعصف الابطان بدون اوامر بن عجب بن عجب بن عجب غير الامور مع جماهير على الصدارة على المركز الاول. يقدم لنا جماهير بهذه اللحظات محمد بن مسفر بن علي العجب. ولكن بن عمارة بن عمارة يقدم لنا صمت على المركز الثاني. عبد المحسب الطالب بن علي الجربوعي غير الامور انتقل للصدارة في هذه اللحظات والصمت حكمه. معك يا بن عمارة يا
بن عمارة سلام تحية واحترام، وين ما يسكن عبد المحسن بطالب بن علي الجربوعية المري على فوز على فوز صمت وانتزاع حال ناموسي هذا الشوط. المركز الثاني، وصلت جماهير مع المركز الثاني محمد بن مسمر بن علي العجب المري، والمركز الثالث، المركز الثالث وصلت قطنة لعبد العزيز بن كردي بن طالب النخس المري. المركز الرابع، المركز الرابع الطويلة لطالب بصالح بن طالب بن عقيل النابت، والمركز الخامس مرحبا طير الفرح والشوق الشاينية لراشد بن سعيد بن راشد الجربوعي المري. تهانينا والناموس يا بن عمارة على هذا الأداء المتميز والأكثر من رائع على فوز صمت وانتزاع حال ناموس هذا الشوط لعبد المحسن الطالب بن علي الجربوعي المري. 6 دقائق 10 ثواني 48 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني، وصلت جماهير مع بن العجب من قدم لنا جماهير محمد بن مسفر بن علي العجب المري. 6 دقائق 11 ثانية 80 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، وصلت قطنة لعبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس المري. 6 دقائق 12 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.